الايرادات بتاعتهم المملوكه الدفع الرباعي. تحدثنا مع سياده المحافظ وسياده المحافظ ان شاء الله وعدنا في انفراجه من خلال تقنين هذه السيارات من خلال تصاريح تستخرج لهذه السيارات للمواطنين سواء اللي بتعمل في القطاع السياحي او في قطاع البترول او في قطاع المحاجر او المملوكه للاهالي ان شاء الله. ونامل على القريب العاجل ان يتم الانتهاء من هذا الموضوع. طبعا احنا بنشكر الشيخ ابراهيم والشيخ صالح والشيخ منصور ومعنا كمان المحامي العام، يعني عايز اقول والاخوه القساوسه والشيوخ مشايخنا العظام، احنا ده البيت العيله بتاعنا. احنا بنكون عندنا مشكله بنقعد نجيب بيت العيله وبنقعد نحل مشكلتنا وبنقول ان شاء الله ما فيش مشاكل. المحافظه محافظه امينه جدا، محافظه يعني فعلا تتميز اهلها بالطيبه والكرم والجود، ويعني ده من كرم ربنا علينا ان هذه البلده يعني اللي فيها الوادي المقدس، اللي فيها جبل موسى، اللي فيها وادي الراحه، اللي فيها الاماكن المقدسه دي، فعلا منطقه هادئه امنه. نعلن العالم كله، وكان بالامس القريب هناك 18 وكاله انباء عالميه عملنا معاها لقاء، وقدرنا فعلا ان احنا نوصل ليهم ان المدينه او المحافظه امنه تماما، وقدرنا ننقل لهم جزء من اعمال التنميه اللي على ارض محافظه جنوب سيناء. وان شاء الله الاخبار اللي وصلتني ان فعلا ال 18 كان انباء سعداء جدا، سعداء جدا اللي شافوه على ارض محافظه جنوب سيناء وعلى ارض مدينه شرم الشيخ، وسعداء جدا وعلمت ان هم ابلغوا دولهم، يعني فرنسا وايطاليا ولبنان ودول عديده كانت موجوده بالامس والبانيا. عايز اقول ان احنا يعني ماشيين في اتجاه ان احنا بنحاول نخاطب العالم وندعو وكالات انباء عالميه ونجتمع معاهم عشان نوصل ليهم ان هذه المدينه فعلا وهذه المنطقه منطقه امنه. واحنا يمكن موجودين دلوقتي في مدينه الطور.